السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. المشعل الخالد، إخراج أنور عبد العزيز. والله لقد جنت قريش. ما الذي جرى يا سهيل بن عمرو؟ ويحك أبا سفيان، قتلت قريش 20 رجلا من خزاعة. وما في هذا يا ابن عمرو؟ فيه نقض للعهد الذي عاهدنا محمدا عليه ولما يمضي عامان. نازعت بكر خزاعة وبكر حلفاؤنا فناصرناهم. وتنسون أن خزاعة حلفاء محمد؟ إنها والله الحرب يا أبا سفيان، لقد رأيت المسلمين في طريقهم إلينا، وإنهم في هذه المرة سيدخلون مكة ظافرين. أصحيح أن أصحاب محمد في الطريق؟ قد رأيتهم بعيني هاتين، وفي مقدمتهم محمد. إننا لم نتأهب للقتال. أشر علي يا ابن عمرو، اذهب إلى محمد وصالح قبل أن تسيل الدماء. سأنطلق إلى محمد من فوري، وأرجو أن أوفق في الصلح. أيها الناس، إني قد أجرت في الناس. ويحك يا سفيان، ما صنعت في المدينة؟ ما صنعت شيئا يا أبا الفضل. ألم تصالح محمدا على ما فات من قريش؟ جئت محمدا فكلمته فما رد علي شيئا، ثم جئت أبا بكر فلم أجد عنده خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعدى القوم، ثم جئت علي بن أبي طالب فوجدته ألين القوم. وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغنيني شيئا أم لا. وماذا أشار عليك علي بن أبي طالب؟ أمرني أن أجير بين الناس ففعل. هل أجاز ذلك محمد؟ لا لا، والله ما زاد علي بن أبي طالب على أن لعب بك. فما يغني عنك ما قلت يا أبا سفيان؟ والله ما وجدت غير ذلك. انظروا انظروا يا معشر قريش. ماذا دهاك يا أبا سفيان؟ تلك النيران، انظروا، والله ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. هذه خزاعة قد هبت للحرب. لا يا ابن ورقاء، خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله قد تقدم إليكم بما لا طاقة لكم به، وصباح قريش والله. فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ ويحك يا أبا سفيان، والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. هذه بغلة رسول الله. هيا بنا. شد من نفسك يا أبا سفيان، إنها ساعة من ساعات الروع والخوف. مثلك لا يخاف يا أبا سفيان. أسمعت مقالة عمر بن الخطاب ونحن نمر به؟ لم أسمع. ما أرآني حتى قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. قدم من روعك يا رجل، فإني أجيرك عند رسول الله. ودخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. يا رسول الله، إني قد أجرته. وألح عمر في شأن أبي سفيان حتى اشتد الحديث بينه وبين العباس، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهب به العباس، فلما أصبح غدا بأبي سفيان إلى رسول الله، فلما رآه الرسول الكريم قال: ويحك أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان،
ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يأمر رسول الله بضرب عنقك. سمعا وطاعة يا أبا الفضل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر جنود الله فيراها. ثم مضى العباس بأبي سفيان إلى حيث أمر الرسول الكريم، حتى إذا مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق والحديد، قال أبو سفيان: سبحان الله، من هؤلاء؟ هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار، ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. يا أبا سفيان، إنها النبوة. فنعم إذن أن جاء إلى قومك يا أبا سفيان. أنا ماض إليهم من فوري. يا معشر قريش، أمن يا معشر قريش، سمعا يا أبا سفيان، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يا معشر قريش، يا معشر قريش، اقتلوا الحميد الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. ويلكم، لا تغرنكم هند من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لا تنصبوا له يا معشر قريش، قاتلك الله يا أبا سفيان، وما تغني عنا داره. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. أي بنية، سمعني يا أبي. هل صعدت بي جبل أبي قبيس؟ أجل، قد أشرفنا عليه. أي بنية، ماذا ترين في بطن الوادي؟ أرى سوادا مجتمعا. تلك إذن هي الخيل. وأرى يا أبي رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا. ذلك الوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم بها. أبي، قد والله انتشر السواد. قد والله إذن دفعت الخيل، فأسرعي، أسرعي بي إلى بيتي. يا ليتني كنت أبصر لأرى ولدي أبا بكر صاحب محمد في القوم. ومضت البنية بوالدها الشيخ أبي قحافة، ولكن الخيل تلقاه قبل أن يصل إلى بيته. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه الرسول الكريم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له:
أسلم فأسلم. ثم إن رسول الله قام على الكعبة وخطب في الناس وقال فيما قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. ماذا يقول محمد يا سهيل؟ إني والله لا أكاد أتبين صوته من التهليل والتكبير. إنه يقول: يا معشر قريش، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال محمد؟ إني لم أسمع جوابه يا سهيل. سمعته قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك يا محمد.